مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، واسمحوا لي قبل ما نبدأ حلقتنا نقول كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته أمام الترجي التونسي إن شاء الله في نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطايرة الرجال. المباراة هتكون الساعة 6:00 مساء بإذن الله، وكمان كل التوفيق أيضا للأهلي في مباراته أمام الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال. المباراة هتكون الساعة 8:30 مساء. بالتوفيق وإن شاء الله الأهلي يفوز ويفرح كل جماهيره. النهاردة هنشوف مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفة من الوصفات المحببة جدا. احنا عايزين نفصل شوية من بعد شهر رمضان الكريم. عارفة ان في ناس دلوقتي صايمة، لكن الكشري طبعا طول رمضان ما بيبقاش موجود، واحنا ما بناكلوش في رمضان عشان بنخاف عشان ما نعطش و و و احنا هنعمله النهاردة بطريقة صحية لكل من حابب ياكل الكشري، ما فيهوش سعرات حرارية عالية ويكون خفيف وجميل، وهنعمله من غير ما الطعم يتأثر بأي حاجة. إزاي؟ هنتكلم عنه وإحنا شغالين مع بعض دلوقتي. اسمحوا لي أقول المقادير وبعدين نبدأ نقول التريكس كده مع بعض وإحنا شغالين. أول حاجة عندي عدس بجبة، عندي مكرونة بني وهنتكلم عنها جبتها منين وبقت موجودة وبقتش غالية زي زمان. طيب عندي كمان مكرونة، أنا جبت مكرونة سباكيتي وجبت البنة، طبعا لو عايزين من الصغيرة مفيش مشكلة. طيب عندي كمون وعندي كزبرة وعندي لتر من المرق أو من المية السخنة، عندي ثوم مفروم وبصل مفروم، ده للرز والعدس. ندخل على الصلصة. مقادير الصلصة عندي لتر من عصير الطماطم مضروبة في الخلاط ومتصفية من القشر طبعا، عندي معلقتين صلصة، عندي ثوم مفروم فريش، عندي معلقة صغيرة سكر، ملح وفلفل وكمون. طيب هنتكلم عن الدقة. عندي للدقة 3 معالق كبار ثوم مفروم فريش، بأكد على كلمة فريش، 3 معالق كبار من الكزبرة الجافة، معلقتين كبار من الكمون، عصير ليمون، وحوالي نص كوباية من الخل أو ربع كوباية على حسب كمية الدقة اللي حضراتكم عايزين تعملوها، طبعا ملح وهنضيف مية. طيب للشطة عندي معلقتين زيت، 3 معالق كبار من الشطة، هضيف للشطة دايما للطعم معلقتين من الدقة اللي احنا عملناها وكمان معلقتين من صلصة الكشري، ما بسيبهاش شطة كده بيور. طيب عندي بقى للبصل المقرمش، اللي عايز ما ياكلش حاجة مقلية هنعمله النهاردة في الفرن، طريقة بسيطة وسهلة قوي، يطلع كريسبي وخفيف ولطيف جدا. عندي للبصل الجوليان هنقطعه ويفضل بالكبة عشان يطلع رفيع ويبقى سواء أفضل، فما يبقاش واخد طبق أو يبقى ني. عندي بصل جوليان، وعندي معلقة من النشا أو معلقتين صغيرين، عندي رشة زيت واحدة ورشة ملح إذا حضراتكم حابين يبقى له طعم جميل. هنبدأ نعمل إيه؟ هنقول بسم الله. أول حاجة أنا هقولها لحضراتكم خطوة كده جميلة جدا، هسلق العدس. إحنا هنا العدس بجبة نقعته شوية بعد طبعا ما غسلته، لو هو نوع كويس خلاص من الأكياس المعروفة خلاص تمام. وبعدين بغلي مية هنا على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد كده من كمية العدس دي، هنزل في المية المغلية. أنا هديله غلوة مش هسويه، خلوا بال حضراتكم، أنا يدوب هديله غلوة يعني إيه يكسر النشفان الخاص بالبقوليات ده بشكل كبير علشان ما يبقاش قوي كده. هو طبعا مش هياخد وقت، وبعدين اضيفه بقى مع العدس. انا هعمله مع الرز وهستخدم البسمتي الذهبي عشان انا عايز استفيد بالوصفه دي تبقى صحيه بجد وخفيفه. انا عارفه ان في ناس كتير بتحب تعمل خطوه الرز المصري بالشعريه، احنا خلينا طبعا متعارفين ان احنا ايه الكشري على الطريقه بتاعتنا معروف بنعمله ازاي، لكن الطريقه دي ان شاء الله تبقى طعمها حلو وحضراتكم تبقوا مبسوطين منها. للي حابب اكلات خفيفه، احنا بنحاول نبعد عن يعني ايه ناكل حاجه بنحبها بس بطريقه لطيفه. هاخد دندون. اهلا يا دينا، رشه كمون. اهلا وسهلا، عامله ايه؟ وحشتينا جدا والله. يا حبيبه قلبي تسلميني، ميرسي لذوقك جدا. واخبار حضرتك ايه؟ وحشتنا طلتك على القناه بجد، يعني بجد متالقه دايما. يا رب سعيدك حبيبتي، سلميلي كلك ذوق والله، ميرسي. وزينه بتسلم عليكي، بس هي هتزعل قوي لانها مش هنا، بس بعتلك سلام كبير قوي. يا روح قلبي بوسيها لي كتير ارجوكي لو سمحتي. حاضر، بلغيها سلامي كتير كتير. حاضر، والف مبروك الصعود للنهائي، وان شاء الله البطوله ال11 عندنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله حبيبتي، وفضل دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله.
وانا سعيده بسمع صوت حضرتك ودايما كده منوره القناه ومنوره الشاشه. تسلمي لي، منور بوجودك وبتشجيعك دايما يا روح قلبي، شكرا ليكي جدا. حبيبتي مالكيش اي طلب؟ لا انا نفسي اشوفك والله، دي الحاجه اللي انا نفسي فيها بجد. يا حياتي هتتحقق قريبا باذن الله. تسلمي لي يا روح قلبي، كلك ذوق، شكرا ليكي جدا. وقبلاتي لزينة القمر. بصوا بقى، انا الميه بتاعه سلق العدس ليه انا نقعته وخليته في ميه نظيفه؟ انا ممكن اسقي بالميه بتاعه العدس دي، يعني انا حطيت رشه كمون. بصوا بقى، بحب اعمل حاجه كمان، بحب احط معايا اما فص ثوم مقطوع اتنين، يا اما كده حبه ثوم كده، يعني نص معلقه صغيره، وهصفيه بس مش هرمي الميه دي، هسقي بيها عشان تدي طعم حلو. حطيت كده فص ثوم وحطيت رشه من الكمون عشان الطعم مع سلق العدس يبقى رائع. عقبال بقى ما يتسلق العدس، انا سخنت هنا الحله او الباط دي، هحط فيها كالاتي: هاخد معلقه من زيت الزيتون، انا هستخدم زيت زيتون، اللي عايز يستخدم نباتي بس يبقى بسيط مفيش مشكله خالص اهو. وعندي بصلايه مفرومه، هاخدها اول حاجه تاخد تمتص هي حراره الايه البان دي، وتبدا تاخد تشويحه حلوه كده، وطبعا رشه الملح مهمه، بسم الله، ورشه فلفل. امبارح كان كلمنا احد المتصلين، اعتقد كان استاذ عبد العزيز، بوجه له تحيه، وقال عايزين حاجات خفيفه في حلقه كمان مميزه ان شاء الله حضرتك تشوفها الاسبوع ده، فيها حاجات خفيفه، وهنبدا نعمل ان شاء الله يوم صحي عشان الاكلات اللي انتوا عاوزينها تاكلوها بشكل صحي. حضراتكم ابعتوا لنا وابعتوا لي على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي بالعربي، وانا اعملها لحضراتكم فورا. عندنا فصين ثوم حلوين او معلقه كبيره كده من الثوم، ومعانا ام اسلام. صباح الفل. صباح الهنا. اهلا اهلا، مني انا. ربنا يخليك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه عمري. دايما يا رب، دايما يا رب. امين يا روحي، احنا وانتم. تسلم ايدك يا حبيبتي، وعايزه اقول لك تسلم ايدك على حلقه امبارح الشركسيه، كانت تحفه. يا روح قلبي تسلمين. والله كل حاجه من ايدك جميله، ربنا يبارك لك. امين. طبعا اكله النهارده دي عشق اسلام. وانا كمان. يعني بصي، لو كلها ثلاث مرات في اليوم ما شاء الله، مش هقول لك انه يعني يستكفى منها، لا. يا صحة وهنا طبعا على قلبه، والكشري ده ما فيش حد ما بيحبوش. مش قادرة اقول لك في رمضان كلها والله عظيم. ما شاء الله ما شاء الله، طبعا هي رائعة بصراحة. بيحبه جدا، مش قادرة اقول لك، وبيحب بتاع البيت أكتر. طبعا ليه طعم وتيست تاني مختلف. الحقيقة. عايزة منك بس شطة الزيت. أموريني حالا، هعملها لك وتشوفيها. بيعشقها. حاضر. يعني شطة الزيت دي يعني مش قادرة أقول لك بيعبدها عبادة. يا حبيبة قلبي حاضر، من عيوني الاتنين. حبيبة قلبي. عيوني. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي لي. وتسلم إيدك على كل حاجة. حبيبتي. وبتمنى للنادي الأهلي التفوق دايما. إن شاء الله بالنصر بإذن الله. أمين. إن شاء الله. أمين. بارك له بأمر الله إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب، دعواتكم الحلوة. إن شاء الله يا حبيبتي، وتسلم إيدك على كل حاجة. تسلمي لي. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لك. تسلمي لي يا روح قلبي، نورتيني وشرفتيني. تسلمي لي يا ام اسلام، نورتيني وشرفتيني حبيبتي. حطيت، بصوا نزلته ازاي، اخد الغلوه دي اديته تشويحه كده مع البصلايه والثوم اللي احنا حطيناه مع بعض. خليني بس اقلب كده. بصوا الميه دي حصل خير. بصوا بقى الميه دي انا مش هرميها خالص، انا هسقي بيها. تعالوا ناخد معانا تليفون تاني. استاذ ادري، اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منوره شاشه النادي الاهلي، وانا اهلاوي، ويا رب يوفق النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله يا رب. أمين. واحمر يا بطيخ. امين يا فندم. يا رب يا رب يا رب يوفق النادي الاهلي ويوفق حضرتك. انا بقى خضروات، كل الخضروات اللي انت عارفاها. امين. انت بتشتغلي حضرتك منها، وبقول حمرا وسليمه يا اوطه. ابو حمرا يا بطيخ. الله النادي الاهلي. ان شاء الله يا فندم باذن الله. تحياتي لحضرتك يا فندم، نورتنا وشرفتنا، كل التوفيق للنادي الاهلي اكيد. انا حطيت دلوقتي الرز، وحطينا العدس بعد ما سلقته، مش سلقته يعني، دخلته في ميه كده، اديته فص ثوم، حطيت شويه كمون. بصوا بقى بقلب الاثنين مع بعض، بعد ما حطيت معلقتين زيت زيتون، شوحت البصل، شوحت معاه فصين ثوم. هنحط بقى التوابل بتاعتنا. عندي هنا رشه ملح، انا حطيت الاول على البصله، هحط كده رشه ملح،
رشة فلفل، الكمون طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، حبة كمون حلوين بقى كمان علشان البقوليات ساعات بتتعب ناس كتير. معلقة من الكزبرة الجافة زي ما حضراتكم شايفين كده، تدي تيست وطعم حلو قوي. ونقلب كده تقليبة حلوة كده، شايفين الجمال، تقليبة كده حلوة علشان يعني ياخد تحميصة كده. معانا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. أنا عايز أرجو ربي الأهلي يكسب إن شاء الله الماتش اللي جاي وإرفعه يا رب العالمين. أنا راجل أهلاوي وبعشق الأهلي جدا جدا جدا. يا فندم تحياتي لحضرتك ولكل مشجعي وجماهير النادي الأهلي، أنا واحدة منهم وبضم صوتي لصوت حضرتك والله. والله ربنا يبارك فيكي وأنتي إنسانة، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسعد قلبك يا فندم. طب حضرتك تأمرنا بأي حاجة؟ أنا بقول يا رب الأهلي يكسب. يا رب يا فندم إن شاء الله ويفرح قلوبكم جميعا كل جماهير النادي الأهلي. آمين يا فندم، آمين يا رب العالمين. شكرا ليك أستاذ محمد. بصوا بقى أنا سقيت بإيه؟ بالمية اللي سلقت فيها العدس بعد ما نقعته وغسلته وشطفته تمام علشان أخد من الطعم الحلو ده. بصوا بقى هبدأ بقى إيه، أقلب كده المية أو المية دي على قد الرز بالملي، مش هعتبر إن في عدس موجود أصلا. خلاص طيب اسمحوا لنا بقى نغطي كده الإيه البان بتاعتي علشان نسيبها بقى تغلي غلوة، وأول ما يبدأ يغلي ههدي النار واسيبه يتشرب براحته. وري حضراتكم شكله إيه. تعالوا بقى ناخد خطوة تانية. طبعا أنا هنا سلقة شوية حمص الشام. حمص الشام بننقعه لازم. إذا حضراتكم حابين حمص الشام ما ياخدش وقت في التسوية، حضراتكم لازم تنقعوه من قبل بيوم. يعني هنجيب كمية وننقيه ونشوف لو في حاجة يعني مش مظبوطة، الحاجات اللي هي بتبقى سودة ومش كويسة دي بنرميها، وبعدين نشطفه شطفة حلوة وننقعه بكمية مية نغمره كويس. يفضل لو غيرنا المية عليه مرتين من بالليل للصبح. في ناس بتحط نص معلقة صغيرة من البيكنج سودا أو بيكربوناته علشان الانتفاخات أو الناس اللي بتتعب من القولون. هنحكي بقى عن الكشري اصله ايه، عشان انا طبعا انا يعني بميل اكتر اني اعرف تاريخ كل الحاجات بما اني طبعا يعني خريجه سياحه وفنادق قسم ارشاد ياباني، لكن بنحب قوي اصول الحاجه ودرسنا التاريخ الاسلامي والتاريخ الفرعوني وكل الحاجات دي. فالواحد بيبقى سعيد لما بيلاقي حضاره بلده وحاجات عندنا مش عند حد، بيبقوا ناس قد ايه جايين من بره منبهرين بالحضاره، وبيبقى عندهم حاجات بسيطه قوي بيعملوا لها متاحف، بيعملوا لها كل حاجه في الدنيا لانهم يكبروا الحاجه الصغيره دي. فما بالكم احنا عندنا حضاره عريقه عامله ازاي وتمثل قد ايه من اثار العالم. فعايزين نتكلم بقى عن الكشري. اقول لكم كده قصه لطيفه واحنا بنشتغل. اصله كان ايه؟ اصل الكشري هندي وكان يعتمد على العدس بجبه ده، لان الهنود معظم اكلهم لو حضرتك دخلتوا اي مطعم هندي تلاقوا دايما العدس موجود بشكل قوي جدا مصنف بوصفات كثيره قوي. وبعدين كان وقت ظهور الحرب العالميه الثانيه كان اسمه كوتشيرو، كان اسمه كوتشيرو. وبعدين لما دخلت الحرب العالميه الثانيه كان في طبعا دول كتير موجوده من ضمنهم الطلاينه او الايطاليين. طبعا الطلاينه اساسي عندهم المكروني او المكرونه، فدخلوا على الوصفه دي اضافوا ليها المكرونه. وبعدين احنا كمصريين لازم شويه تحابيش يعني، فضفنا بقى الصلصه والدقه الحاجات اللي هي مضافه اليه، وطلع بعد كده الكشري عندنا. وهو الحقيقه من الوصفات اللي كل معظم السياح لما بيجوا مصر بيعشقوا الاكله دي جدا، بيحبوها قوي ولازم يدوقوها ولازم يجربوها. هي زي الفول بالظبط، لكن احنا طبعا ما شاء الله الشعب المصري ليه تيست خاص. البيوت المصريه والسيدات المصريات ليها طعم مميز، كل بيت هتاكلوا فيه كشري هتلاقوا صاحبه البيت ده عاملاه بطعم هيعجبكم جدا. سبحان الله، يعني كل واحد ليه نفسه في الاكل، ليه طريقته وليه المقادير اللي بيضيفها للاكله بتاعته. فدي الوصفه او يعني السريع كده، معلومه سريعه عن ايه، عن الكشري. انا هاخد بقى دي هنا عشان انا عايزه ابدا اشتغل مع حضراتكم على الصلصه. قبل الصلصه المكرونه، بصوا بقى دي مكرونه بني ودي مكرونه بني. المكرونات البني كانت الاول ما بنلاقيهاش غير في الهايبرز الكبيره جدا وبتبقى غاليه قوي.
لان هي بتبقى المصانع او المستورده يعني، او بتبقى جايه من بره، فبتبقى دايما ماركات مستورده فبتبقى غاليه عندنا. دلوقتي اصبح ان في مصانع في مصر ببعت لهم كل التحيه والاحترام، احنا بنستخدم الدقيق بتاعهم، انواع معينه من الدقيق بكل انواعها يعني، دقيق بسكوت ودقيق قمح ودقيق سميد ودقيق، فعملوا كمان منها مكرونات، وعملوا المكرونة الصحية عشان أصدقائنا والناس اللي عندهم مشاكل مع الدقيق الأبيض. فأنا طبعا بشكرهم، وبقت أسعارها مناسبة الحمد لله وفي متناول الجميع. معانا أستاذ محمد من أسوان، عشقي أسوان، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا بيك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. حضرتك بألف صحة وسلامة يا فندم. إن شاء الله نادي الأهلي في تقدم وازدهار. امين يا رب العالمين. ان شاء الله النهارده يفوزوا في السله وفي الطايره. امين. وان شاء الله يحصلوا على البطوله 11. امين يا فندم، امين. ان شاء الله كيد الكائدين. امين يا رب العالمين. كابتن خطيب. امين يا رب، امين. بشكر حضرتك. شكرا وتحيه لكل اهل اسوان الكرام. شكرا ليك يا فندم. طيب بصوا بقى انا هوري حضراتكم كده، بصوا بدا يغلي ازاي. انا بقى وطيت النار شويه علشان اسيبه يتشرب ونشوف مع بعض هيبقى طالع ازاي. تاكدوا هيبقى طعمه رائع. انا بس حبيت اعمل الميكس ده عشان مش عايزه اعمل شعريه ورز مصري. انا يعني كل واحد ليه طريقه، اذا حضراتكم حابين تضيفوا حاجه تانية دي حاجه ترجع لحضراتكم، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. انا سلقت المكرونه، المكرونه بحطها في ميه بتغلي، اول ما تغلي بحط يعني بحط ميه وملح، وبعدين اول ما بتغلي بحط نقطتين زيت بالظبط بالعدد، ولو هي نوعها كويس مش هتحتاجوا الزيت اصلا. وبعدين نديها 9 دقائق على النار ونطلعها نصفيها. اسمحوا لنا بقى هنطلع لاستراحه لانه انطلقت صفاره الحكم بانتهاء الشوط الاول، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض الشوط الثاني ونعمل صلصه الكشري في انتظار حضراتكم. اهلا وسهلا ورجعنا من الفاصل بمشاهدينا الكرام بعد الاستراحه، ودلوقتي هنبدا في الشوط الثاني. اسمحوا لنا بقى نقول احنا عملنا ايه في الشوط الاولاني. بصوا كده بسم الله، عملنا الكشري بنعمله على طريقه صحيه، عملناه بالرز البسمتي الذهبي مع العدس، حطينا معلقه زيت زيتون وشوحنا البصله مع شويه ثوم، وبعدين اضفنا العدس بعد ما انا سلقته حاجه بسيطه كده نص سلقه مع فص ثوم وشويه كمون، وبعدين صفيته وما رميتش الميه بتاعه العدس اللي اتسلق فيها بعد ما غسلته ونقعته وكان رائعه، سقيت بيها الرز مع العدس. بصوا حضراتكم ده شكله، هنشوفه دلوقتي هيبدا يتشرب اهو، بس هو لسه شويه اهو كده، وهنسيبه بقى يتشرب على حريته. انا هديت عليه النار بعد ما غلي شويه، هنسيبه بقى يتشرب على النار، شايفين الجمال. هنسيبه بقى يتشرب براحته ونعمل مع بعض الصلصه سوا. طيب اول حاجه انا دلوقتي بجهز للصلصه. طبعا الطماطم حضراتكم جيبوها، بنشيل الجزء الاخضر وبنقطعها وبعدين بنصفيها بعد كده بنضربها في الخلاط، ممكن مع شويه ميه كفايه، بس المهم تبقى متصفيه من البذر ومن القش. طيب انا هبدا هنا اخد كده معلقه نقطه من زيت، وممكن اعملها نايف نايف من غير نقطه زيت، بس انا هستخدم نقطه من زيت الزيتون اهي، نقطه واحده معلقه علشان استفيد ايه بيه. هاخد ليه شويه، ومعانا استاذ محمود من الشرقيه، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا ست. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. شيف عظيمه العظيمه. الله يخليك يا فندم. والله قناه الاهلي يعني هي طول عمرها عظيمه. يا رب يخليك. وطبعا على راس المجموعه كلهم الكابتن محمود الخطيب. طبعا كل التحيه والتقدير ليك. الله يخليك. وانبسطت جدا لما حضرتك جابوكي في قناه الاهلي. وطبعا دي اضافه حلوه جدا لقناه الاهلي. يا رب يبارك في حضرتك، كلك ذوق. مع ناس محترمين جدا واحنا كلنا بنحبهم، وقناه الاهلي دي حياتنا والله، واغلب وقتنا بنتفرج على كل البرامج اللي بتجيبها الكابتن اسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير. طبعا كابتن اسامه حسني، كل دول حبايبي. الحمد لله يا فندم. واني بتصل مخصوص، حتى الاخت اللي هي في الارشيف قالت لي هتقول لها ايه، قلت لها انا بس عاوز اشكرها واشكر قناه الاهلي اللي هي جابت الشيف عظيمه. يا رب يخلي حضرتك، شكرا. في الكنترول بيرحبوا بحضرتك جدا يا فندم. شكرا لحضرتك وشرفتنا ونورتنا فندم، تحيه لكل اهل الشرقيه.
انا دلوقتي حطيت زي ما حضراتكم شفتوا، رفعت بس من على النار علشان الصوص الطماطم ده فجاه لما بيكون سخن بيبدا يفرقع فلازم اغطيه. بصوا بقى، بصوا الطماطم انا حطيت معلقه واحده صلصه، حطيت معلقه زيت زيتون، شويه الثوم اديتهم بس تشويحه يشموا النار علشان انا عايزه اطلع ريحه الثوم الحلوه. وبعدين حطيت عليه عصير الطماطم، انا عندي هنا شويه كنت عاملاهم، خليني ازودهم اهم يعني صوص طماطم كمان هزودهم عليها. وبعدين حطيت الكمون، هحط بس معلقه السكر عشان الحموضه، معلقه السكر دي بتفرق جدا، المعلقه الصغيره اهي علشان الناس اللي بتتعب وبتضايقها الطماطم تبقى يعني تظبط نسبه الحموضه فيها وتبقى ان شاء الله مش متعبه لحضراتكم باي حاجه. هاخد بس رشه كده، انا حطيت رشه كمون، هاخد رشه كمان من الفلفل. خلاص هنقلب، يبقى ثوم والطماطم المضروبه الفريش في الخلاط، وانا دلوقتي هسيبها بقى على النار، هي هتاخد وتدي مع بعض، وهدي النار كده شويه علشان ايه تتسبك، يعني هتاخد التسويه بتاعتها بس ني في ني كده، كاني ضفت كله على بعضه وهسيبها بقى تاخد وقتها كده. هنغطيها بقى، و ده كشري الصحي ده طبعا احنا عملناه بناء على طلب، طبعا كان كلمنا يعني صديق لقناة الاهلي استاذ عبد العزيز وقال لنا احنا عاوزين اكلات صحيه لكبار السن، فاحنا حبينا حتى من ضمن الاكلات المحببه البسيطه اللي هي مفيده جدا، لان في ناس كمان نباتيين ما بيقدروش ياكلوا اللحوم والفراخ يعني بطبيعتهم. بصوا احنا عملناه بطريقه النهارده تبقى مرضيه لكل الافراد، وان شاء الله الطريقه دي تعتمد عند حضراتكم وتتبسطوا بيها وتستمتعوا وانتم بتاكلوها وتقولوا لي راي حضراتكم فيها ايه. طيب معانا مدام روحيه، يا اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مدام روحيه. وحشاني يا عظيمه. يا حبيبه قلبي. حضرتك اكتر والله، ازاي حضرتك؟ عظيمة. وحشاني جدا يا فندم. انا كلمتك ويقول لي لا ده النهارده كان التسجيل. يا حبيبه قلبي. كذا مره قالوا لي كان التسجيل. لا انا اللي كان حظي وحش بس النهارده حظي حلو الحمد لله. انا ما استغناش عنك يا عظيمه. ولا من حضرتك استغنى عنك يا حبيبه قلبي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. ده انا اللي حظي حلو ان انا حبيبتي تسلمين. وقناة الأهل ديت ربنا يبارك لنا فيها. أمين يا رب العالمين. خدي مرزوحك وسلم عليك. أوي أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أستاذ مرزوق. يا ماما. الحمد لله يا فندم. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك بصحة وعافية. طيبة بيكي وبولادك وبيتك. يا رب يخلي حضرتك ويبارك في عمرك. ربنا يحافظ عليكي وعلى بيتك. أمين يا رب العالمين. النهارده الواحد احتفل عيد قومي إن إحنا شفناك النهارده. يا رب يخلي حضرتك كلام كبير. مبروك على القناة الكبيرة. شكرا. الله يبارك في حضرتك. الله يبارك عليك وعلى بيتك وعيالك. تسلم لي يا رب. امين. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك جدا، سعيده بسماع صوت حضرتك. شكرا لك على وجودك معانا. ميرسي يا فندم. بس. شكرا، كلك ذوق. شكرا ليك. تحياتي يا فندم. حبيت. اتفضل في حفظ الله يا فندم، في حفظ الله، مع الف سلامه. تحياتي لحضراتكم جدا جدا وكل الناس حبايبي اللي بيكلموني بيسالوا عليا، بجد انا سعيده جدا بجد والله، وسعيده بوجودي في قناه الاهلي، سعيده بكل الناس اللي بقابلهم من اول ما بدخل لحد ما بخرج بركب العربيه وبروح بيتي. كلهم بلا استثناء بجد ناس مختلفه، صدقوني مش بقول لكم كده عشان انا موجوده، لكن هم حقيقي ناس مختلفه طباعا وشخصيا واخلاقا وكل حاجه. فمش عارفه اقول ايه غير انه يعني انا بتكمل الصوره بالتعاملات، دايما الواحد بيبقى شايف حاجات من بره يمكن لما يقرب يلاقيها عكس ما هو شايف، لكن لما بتحتك بواقع ومع ناس معينه بتعرف ان انت صح ولا غلط. فانا الحقيقه سعيده وده شرف ليا لكل القائمين على اداره قناه الاهلي، تحيه خاصه لحضراتكم وتحيه خاصه لكابتن محمود الخطيب ولكابتن اسلام الشاطر وكل القائمين، استاذ ايهاب الخطيب، كل الناس القائمه، استاذ سراج، كل الناس الموجوده في هذه القناه المحترمه. معانا ندى، اهلا وسهلا. جنى، يا جوجو، يا جوجو. اهلا اهلا. الو. اهلا يا روح قلبي. بحبك جدا. يا حياتي، اهلا وسهلا.
انا بحبك جدا حبيبه عمري، احبك الذي احببتيني فيه يا روحي. انا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضلي. عاوزه اطلب، عاوزه يعني اكلات صحيه لفتره، اكلات صحيه لفتره الامتحانات. من عينيا الاثنين يا روح قلبي. طب انت في حاجه معينه عايزاها وانا اعملها لك على طول؟ ارجعي لنا تاني يا جنى لو حبيتي تقولي لي حاجه معينه حبيتي انت عايزاها من عندي ولعندي. حاضر، من عينيا يا نور عينيا. حاضر، نعمل حاجات جميله عشان امتحانات، ربنا يوفقكم جميعا يا رب. انا هقول انا عملت ايه في الدقه علشان ما بقاش عملت خطوات وانا مركزه في الكلام. انا بس نقطه زيت زيتون خدت فيها الثوم، وتقدروا تعملوا ده على البارد من غير ما تخلوه يلمس النار. الدقه ممكن تتعمل على البارد. حطيت الكمون والكزبره و يعني اديتها بس تقليبه ونص كوبايه خل، وبعدين هضيف عليها ميه سخنه. انا كل ده بحاول اطلع النكهه الحلوه اللي في في الثوم اهو، وحطيت معلقه من الملح. النهارده ممكن اضيف كمان معلقه من عصير الليمون. يلا بينا نحط عصير الليمون مع الدقه، بيدي يعني حاجه كده رائعه. ازيك؟ انا شفتك طبعا، عارفاك. ازيك؟ النهارده بقى كده احنا عملنا الدقه. بصوا بقى بسيبها شويه، عايزين تغطوها بقى وتسيبوها شويه. سيبوها شويه. بصوا بقى دي الدقه، طبعا هندقها لو ناقصه ملح ولا حاجه. انا حطيت كمون وكزبره، تاخد شويه كده حلوين، كمون وكزبره وبعدين معلقه ملح والثوم. الثوم فريش بيبقى طعمه حلو وقوي جدا. لو حضراتكم بتتضايقوا بقى من الثوم، احنا طبعا بنقعد نرجها كده علشان نخلي الثوم والحاجات الحلوه دي تندمج قبل ما نضيف على الكشري. اذا بتتضايقوا من الثوم ومش قادرين انكم تضيفوه، صفوها، يعني تبقى اخذت الطعم والفايده ونصفيها، وتبقوا انتوا بتحطوا بس السائل او الميه بس هي اللي مطعمه بالنكهه الحلوه دي. طيب ناخد ام ايه. يا ام ايه اهلا وسهلا. ام ايه انت عظيمه، اهلا بيكي يا فندم، اهلا وسهلا. والله انت منوره النادي الاهلي والنادي الاهلي منوره. يا حبيبه عمري. أيوة. ربنا يسعدك، تسلمي لي. انت منوره قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي منورك والله. يا حبيبتي طبعا ده شرف ليا يا حبيبتي. بشكر ان هم ادوا فرصه لجمهور النادي الاهلي ان هو يتكلم في القناه ويبينوا حبهم للقناه، وانا على فكره من عشاقك، وانت اثرتي فيا زمان لما كنت بتمثلي. يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك، تسلمي لي، كلامك غالي عليا جدا. والله وفاكراكي جدا، وانا من دورك، وانا بس عايز، وانا والله عايز اقول للكابتن ايمن اشرف، كابتن ايمن اشرف، ان انت اول واحد حببتني في الاهلي. ايوه، تحيه ليه يا فندم. ايمن شوقي، ايمن شوقي، تحيه، كل التحيه لكابتن ايمن شوقي. ايمن شوقي اقول له كل سنه وانت طيب، وانت اول واحد، لا اول حد اتاثرت بيه وحبيت النادي الاهلي عشانه هو ايمن شوقي ده. حبيبتي حبيبتي تسلمي لي، ميرسي على مداخلتك الرائعه، وميرسي على كلامك الجميل، سواء في حقي او في حق النادي الاهلي. طبعا هو في يعني هو يعني ارفع من انه الواحد يقعد يقول في حقه حاجه، لان هو يتكلم عن نفسه ونادي القرن، والحقيقه له محبين وله كوادر يعني توالت على ادارات النادي الاهلي بشكل الواحد يتشرف بيه الحقيقه بره مصر، مش بس جوه مصر. انا بشكرك جدا حبيبتي، تسلمي لي، كل الحب والتقدير لكل مشاهدي وجماهير النادي الاهلي بيشوفونا دلوقتي. بصوا بقى انا خلاص هنا الرز تمام، سايبه الصلصه هنا هوري حضراتكم. اخر حاجه هنعمل الشطه عشان حبيبتي ام اسلام، وادي بصوا الحمص خلاص. تقدروا بقى في اللحظه دي تدولوا رشه كمون كده بس نطعمه، حاجه بسيطه. ده الحمص، بصوا كده. تعالوا بقى نعمل حاجه سريعه، ادي الشطه. هحط كده البان، انا حطيتها فين؟ ايوه في هنا. تعالوا نعملها سوا مع بعض. بسم الله. ممكن تعملوا الشطه دي، انا هعملها بالزيت، هقول لكم ليه. لما بتاخد يعني تحميصه
بتقوى الطعم والنكهه بتاعت الشطه وبتحسوها قويه. بس انا عشان اديها تيست حلو هقول لكم انا هعمل ايه. انا بسخن هنا البان، وطبعا في المرحله دي اللي عنده حساسيه او حاجه ممكن يلبس ماسك لما تعملوا الخطوه دي عشان هي بتبقى يعني ايه متعبه شويه للصدر. طيب انا هبدا كده اوريكم بس هنا، بصوا بصوا بقى الرز، بصوا شايفين ريحته روعه. حالا حالا وادي الصلصه، خليني بقى ازود النار هنا خلاص عشان هي تتسبك بشكل حلو اهي. هسيبها كده عشان حضراتكم تشوفوها برده. تعالوا اوريكم بس الاول عقبال ما تسخن البان البصل هعمله ازاي. بصوا بقى ابسط طريقه واسهل طريقه للبصل تاكلوه صحي وجميل. لو عند حضراتكم البخاخه دي اللي هي الازازه البلاستيك اللي احنا بنرش بيها كده، ممكن تجيبوا واحده جديده تستخدموها للزيت لاي حاجه عايزين تدخلوها الفرن. انا حطيت ورقه زبده عشان انا يعني عايزاها تمتص اي دهون زياده. وبعدين هجيب بوله كده، بسم الله، هحطها هنا وادي كده ايه هنعمل نمسح بس كويس عشان انا مش عايزه يبقى فيها ميه ولا اي حاجه. اوكي، وهاخد البصل الكميه اللي عند حضراتكم. انا بعمل خطوه هقولها لكم دي عندي لانه انا بحب طعم البصل ده قوي، فبحبه يبقى ليه طعم ليه تيست. فعشان يبقى ليه طعم لازم ياخد رشه ملح. رشه الملح صح، وانا كمان يا استاذ سمير، رشه الملح دي بتخلي البصل ينزل ميه، فضروري امسك البصل اعصره ما سيبوش بالميه بتاعته، وبعدين احطه في البوله زي ما انا هعمل كده دلوقتي اهو، وهحط عليه معلقه واحده من النشا تخليه كريسبي، بس تديله معلقه واحده صغيره افرفطه فيها عشان لما احطه في الفرن يساعد انه ياخد الطبقه الكريسبي الحلوه دي فيديني قرمشه جميله ويبقى لونه فاتح. هو ما يعني اللون ما بيتغيرش عن درجه الا لو انتوا بقى شغلتوا الشوايه وحمصتوا اللون اكتر من لازم. طيب خليني بقى كده ايه اوري حضراتكم. عندي هنا ادي النشا، هاخد كده معلقه صغيره هامله كده وهاخد كده اهو. بصوا حطيت معلقة نشا واحدة، هفرفط بقى كده شايفين ازاي اهو، وبعدين هروح حاطة الحبة الحلوين دول هنا كده كده في الصاج. وطبعا الفرن طبعا لو هو كتير او زادت صفوها من خلال مصفى، من خلال مصفى حضراتكم بس صفوه تفرفطوه كويس عشان ينزل الايه الدقيق او الاسفل النشا الزيادة. انا افضل النشا. طيب يلا بينا هناخد كده ايه، بصوا بقى انا هاخد من زيت الزيتون ده هاخد كده على الفرشه بسم الله، احط نقطه بس هعمل كده وهفرفطهم مع بعض بس يا دوب مسحه كده شايفين ازاي. خلاص هعمل كالاتي كده في بعض خلاص، وهدخله بقى الفرن ياخد اللون الكريسبي ده اهو. حراره شغاله على 200 200، هيدخل علشان تبقى حراره عاليه يبدا يتشمع بسرعه. وندخل بقى وهوري حضراتكم البصل المقرمش بسم الله. انا هحط نقطه زيت زيتون، بصوا بقى هحمص الشطه دي بسم الله، هاخد كده شويه شطه وابعد شويه عشان هي بصوا لازم تتحمص شايفين. التحميصه دي اهم لحظه في الشطه بس تبعدوا عنها خلاص. لازم حد قلبه جامد قوي. طيب بصوا كده، وهروح يا عيني يا فندم انا مش مكتره الزيت بس انتوا في البيت تقدروا تكتروا. عايزه اخد بس هنا ايه، خلي دي جنبي كده
هاخد شويه ميه سخنه. يا نهار ابيض. يا خبر يا خبر. يا نهار، مش هعطس دلوقتي حضرتك هتلحقني. بصوا بقى، كبشه صلصه، كبشه صلصه واحده على الشطه، وهاخد كمان معلش كده معلقتين دقه. بسم الله اهو، بس ونقلب بقى. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. هبدأ أركب أنا الطبق لحد ما أستسمحكم فيه استراحة، ونطلع من الشوط التاني ونستعد للإكسترا تايم في انتظار حضراتكم.